بين مخيم وحاجز انتفض الشبان للأقصى. هنا على أبواب مخيم قلنديا للاجئين انطلقت مسيرة دعت لها القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله في اليوم السابع لحصار الأقصى بالبوابات الإلكترونية. هذه المظاهرة وهذه الفعالية هي إسناداً لأهلنا في القدس دفاعاً عن المسجد الأقصى. نأمل من خلال هذه المظاهرات ومن خلال هذه المسيرات هو التراكم المستمر والتصاعد المستمر للحراك الجماهيري ضد سياسة نتنياهو الذي يريد أن يفرض الأمر الواقع على مدينة القدس. قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحداته الخاصة تصدت للمسيرة. وابل من القنابل الغازية والرصاص الحي والمطاطي أطلق تجاه الشبان. تفرقوا ولكن رسالتهم للمحتل ظلت واحدة بأن أوقفوا حصار أقصانا. الهدف أنه نوصل لجميع إسرائيل ولجميع بني صهيون، نوصل لهم أنه الأقصى ما بينداس. إحنا هون مخيم كلنديا كفر عقب الصمود، جميعنا إيد واحدة وجميع أهل القدس إيد واحدة. وتعمدت قوات الاحتلال إبقاء خط السير مفتوحاً بالاتجاهين على شارع رام الله القدس ليصاب مواطن بحالة من الاختناق أثناء القيادة، كما استهدفنا أيضاً نحن الصحفيين بالقنابل، إضافة إلى طرده وإجباره لنا على مغادرة موقع الحدث. وتزامنت هذه المواجهات أيضاً مع أخرى اندلعت في عدد من بلدات محافظة القدس والتي أسفرت في مجملها عن عشرات الإصابات. في الوقت الذي يستمر فيه حصار الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، يتواصل الغليان في مختلف محافظات الضفة الغربية. هنا بالقرب من حاجز قلنديا العسكري، قوات الاحتلال تصدت بأسلحتها لشبان جاءوا يحملون رسالة واحدة بأن أطلقوا سراح أقصانا. من حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وفاء عروري، تلفزيون وطن.